بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة يوم السبت ده كدنا نسميه يوم السعادة يوم إحنا بنبتدي فيه مع أصحاب السعادة بنبتدي برحلات الأسبوع كله مع أصحاب السعادة والله وكان توفيق من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نبتدي مع أصحاب السعادة أول الأسبوع عشان يبقى الأسبوع كله سعادة واحنا اخذنا على عاتقنا زي ما احنا بنذكركم دايما ان احنا نشتغل مع المقبلين على الزواج والمقبلين على تجديد الجواز كمان نشتغل معاهم على حاجه اسمها التمهير الزواجي نتكلم عن شويه مهارات لا يستغني عنها المتزوجين لا يستغني عنها المتزوجون سواء المتزوجون دول كانوا حديثي آه الزواج او كانوا كمان حديثي تجديد للزواج طيب النهارده هنتكلم عن ايه بقى هنتكلم عن, عن مهاره شويه كانت موجوده كتير أوي يعني اسف كانت موجوده كتير جدا 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 في حياتنا في الزمن السابق وكنا بنعيشها بشكل واضح جدا جدا وكان ليها مراسم كده كان ليها طقوس هذه المهاره ليها طقوس هذه المهاره شويه تراجعت في بيوتنا وعشان كده كنا لازم ننبه عليها للمقبلين على الزواج والمقبلين على تجديد زوجه زمان كان الزوج يرجع من شغله يقعد في بيته وسط اولاده وزوجته يتجمعوا على الغدا ويسمع اخبارهم ويحكي لهم عن يومهم ويحكوا عن يومهم ويحكي لهم هو كمان عن يومه وينصحهم وممكن يتطرق الامر ان هو يحل معاهم بعض المشكلات ويقول لهم وجهه نظره ويوجههم لكن للاسف مع تغير الزمن وتغير الظروف وتغير رتم الحياه وبقى رتم الحياه سريع جدا جدا وارتباط الرجل باكثر من عمل وقضاء الوقت طويل جدا جدا في من 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 اليوم في الشغل فبيرجع بقى مش قادر مش قادر لا يسمع حد ولا يقعد مع حد وكل اللي عاوز ان هو ياكل له ياكل لقمه وينام طب وبعدين هنعمل ايه طب احنا اللي كان قبل كده ده واللي كنا بنعيشه وحلاوته والدفء ده دايما تجدوا الناس بتتكلم عن الدفء ده الدفء ده جاي بيجي منين؟ بيجي من الحالة اللي كانت موجودة دي طيب مسألة إن بقى الزوج يشتغل أكثر من شغلانة وما بقاش وبقى يقضي كل وقته في الشغل هل ده تبرير؟ لا مش تبرير ده في الحقيقة رفع للواقع وإحنا لما بيبقى في واقع زي ده ما بنحطش إيدينا على خدنا ونبكي عليه لكن بنعمل إيه؟ بنختار شيء ممكن نعالج بيه هذا الواقع عشان نفضل محافظين على البيوت وعشان ده جايبينه منين من ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان في حاجه ما نعرفش ما ينفعش نقعد من غيرها علمنا ازاي نمارس المهاره دي مهاره ايه بقى مهاره انا بسميها الانصات الزواجي الرشيد ازاي تنصت لزوجتك وازاي تنصتي لزوجك ويكون الانصات ده رشيد حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيد الاستماع والفهم لمقصود زوجاته فجلست مع السيده عائشه في القصه الشهيره وقعدت تحكي له عن اخبار 11 سيده كل سيده حكت عن زوجها وطباعه لحد ما وصل... و... ما السيده عائشه وصلت للزوجه اللي حضره النبي هيتكلم عنها دلوقتي وصلت لوصف ام زرع لحال زوجها ابي زرع وازاي العلاقه بينهم شكلها ايه ازاي بيعيشوا مع بعض وازاي حياتهم مع بعض وازاي ابو زرع بيحسن ايه بيحسن معاملتها ويدللها لغاية ما قالت السيدة عائشة على لسان ام زرع ايه اللي حاصل فبجحني حتى تبجحت الي نفسي يعني دلعني لغاية ما بقيت ايه دلوع لغاية ما انتهت السيدة عائشة من حديثها حكت حطاشر قصه حضرة النبي فهم مقصود السيدة عائشة بدقة كانت قصدة ايه من الحديث الطويل ده فحضرة النبي قال لها وعرف ان هي محتاجة ان هي تشعر بالامان فحضرة النبي قال لها ايه فعل عرف ان السيدة عائشة محتاجة ان هي تشعر بالامان لعلها كانت خايفة من ان ابي زرع كان يحسن معاملة ام زرع لكنه طلقها في اخر في نهاية في نهاية القصة فلعلها خافت من نفس المصير حضرة النبي بيدل بيدللها صحيح فخافت ان يكون النهايه كده فحاجة كل ده عشان توصل لقصه ام ده تقديري وفهمي فما كان من حضرة النبي الا قال لها العباره دي عشان يطمنها فقال لها كنت لك كابي زرع لام زرع الا انه طلقها واني لا اطلقك يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش سمع بس ده سمع وفهم وكان رده بيوصل للمها... للمراد وهي دي المهاره المهمه جدا 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 اللي بتوصلنا للسعاده الزوجيه